حملة كلنا العراق أو أغنية كلنا العراق نشأت من محبة ونشأت من بعد أحداث اللي حصلت في الفترة الأخيرة في العراق، أحداث الكرادة اللي راح ضحاياها كثير من الشباب العراقي الواعد والجميل الله يرحمه ويغفر له ولا ويتقبله في شهداء يا رب العالمين. ولكن مثل ما يقولون حركة كانت بحب وبمشاعر لهذا الشعب العظيم ولهذا الجمهور اللي يمكن له كل احترام وكل تقدير، لأنه العراق عزيز علينا ونحن من الناس اللي كثير نحب الجمهور العراقي والتراث العراقي والإرث الفني والموروث الثقافي العراقي كذلك. فحبيت أني أقدم هذه الحملة من خلال مشاركتي أو مشاركة الإخوان الفنانين والرياضيين والإعلاميين سواء كان في العراق أو كان في الوطن العربي أو كان في الإمارات كذلك. فهذا الحمد لله رب العالمين كان له استحسان عند أهلنا وأحبائنا في العراق، وأصريت أني أغنيها في أول حفل لي على دار أوبرا دبي. أصريت كذلك أنه يكون موجود اسم البلد الحبيب العراق في هذا الحفل. إن شاء الله أن أيامه الجاية تكون أفضل وأفضل، ونتمنى له إن شاء الله بإذن الله مستقبل واعد.